إبراهيم عليه السلام، هذا الإيمان الإبراهيمي. شوفوا إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة. ما في منطق أيديولوجيا هنا، ما في منطق تجيش. الله قال لك أمة، كيف يا رب أمة وهو واحد؟ قال لك بغض النظر هو أمة. رجل التزم بالحق وبالحقيقة، هو أمة عند الله في ميزان الحق، هو أمة. ولا يزال يوحي ويلهم هذا الإبراهيم العظيم عليه السلام أصحاب الحق إلى يوم الدين. لذلك من أبنائه وأتباعه السائرين في مهيعه الواضح اللاعب موسى وعيسى ومحمد. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. هذا هو معيار، أصبح ستاندرد، معيار إبراهيم، معيار. لماذا؟ لأنه لم يغتني، لم يكتفي بإيمان دعوي ادعائي طقوسي شكلاني يتحالف بعد قليل مع كل صور الباطل باسم الإيمان. الإيمان مفرغ لا معنى له أبداً. ولذلك إبراهيم يتساءل أمام قومه المشركين الذين فارقهم بالتوحيد، يقول لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم مباشرة يستتلي مجيبا، وهذا قول جماهير المفسرين، أن هذا من حكاية قول إبراهيم. هذا الجواب حكاه الله، ليس كلام الله، ولكن الله صادق عليه. في قول طائفة بإزاء الجمهور: هذا من كلام الله، استؤنف استئنافا ابتدائيا كما يقول العلماء لتقرير حكم، لا بأس. لكن قول الجماهير أنه من تتمة حكاية كلام إبراهيم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، سورة الأنعام. ثم يجيب عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا هناك طريقتان متقابلتان، أي متعارضتان، التقابل هو التعارض طبعا، طريقتان متقابلتان متعارضتان، طريقة أهل السنة وطريقة المعتزلة في تفسير هذه الآية، آية لبس الإيمان بالظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أهل السنة قالوا: الظلم هنا معناه ظلم عام، ظلم عام، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، منكر، ونكر جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، في سياق أن، فهي عامة تعم كل ظلم، وهكذا فهمها الصحابة أنها تعم كل ظلم. فشق الأمر عليهم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: لما نزلت، أي هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا، شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس كما تظنون، إنه ليس كما تظنون. أخرجهم من مشقة العموم أيها الإخوة إلى فرج التخصيص، قال لهم: هذا الظلم ليس على عمومه، يراد به لون من ألوان الظلم، وهو الظلم الأبشع أيها الإخوة، ظلم الإنسان لنفسه بالشرك بالله. قال: ليس كما تظنون، ولكنه كقول لقمان، وفي رواية العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أهل السنة خصصوا هذا الظلم المذكور في الآية بماذا؟ بخصوص ظلم الشرك أو الإشراك. المعتزلة على طريقتهم، تعرفون المعتزلة قريبون جداً من الخوارج في هذه المسائل، لديهم غلاظ وفواحش وكبائر الذنوب أيها الإخوة تخلد في نار جهنم. الخوارج أيضاً يقولون بالتخليد بكبار المعاصي إن لم يمت تائباً منها في نار جهنم، تخليد لا تخرج. فيصبح هذا المسلم، يصبح هذا المسلم الذي احتقب الكبائر وتاب غير ومات غير تائب، يصبح حاله في الآخرة مصيره كمصير من؟ الكافر المشرك التام المحض. باختلاف أن الخوارج أكفروه في الدنيا، قالوا: وهو كافر، يكفر بهذه الكبيرة، كبائر تكفر. أما المعتزلة فلم يكفروه، قالوا: بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا: ليس بكافر وليس بمؤمن. لا هو كافر محض، لأنه يقول لا إله إلا محمد رسول الله، ولكنه ليس بمؤمن محض، لأن العمل داخل في صلب الإيمان عندهم في منظور المعتزلة. لكن المهم في النتيجة الأخروية، الشيء واحد، هو مخلد عند الخوارج، مخلد عند المعتزلة، يعني ما يهموش كثير أن يكون في منزلة إيه بين أن يأخذ هذه اليافطة، يعني لأنه مخلد في نار جهنم. الإمام الزمخشري جار الله الزمخشري في كشافه حمل الظلم على عمومه، حمل الظلم على عمومه، يعني ظلم المعصية
ظلم الإنسان لنفسه بالمعصية، بالمعصي بالمعاصي يعني، بالمعاصي طبعا يراد بها الكبائر كما قلنا بالذات، مش الصغائر يعني، مش الصغائر. أو أهل السنة ذهبوا إلى ما رأيتم. في الحقيقة الآية تقول شيئا مختلفا، لا يوافق مذهب المعتزلة ولا يتلائم بالكامل مع مذهب أهل السنة. ومجموع النصوص، قراءة القرآن والسنة مقاصديا، تعطي هذه الوجهة الثالثة، تعطي هذه الوجهة الثالثة. أولا، العموم هنا فيه شائبة مقصودية، كأن الله أراده، قصد إليه أن يبقى على عمومه. ليه يعبر عن الشرك بالظلم؟ بلا شك أن الشرك مصداق قبيح من مصاديق الظلم، هو أفظع وأفحش مصداق للظلم. وهتقول كيف ظلم؟ لأن الظلم في الحق هو ماذا؟ الظلم في الأصل أيها الإخوة هو العدوان على حق صاحب الحق. وأي عدوان أفشح من إيه؟ من العدوان على حق الله تبارك وتعالى. حديث معاذ، أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله. أنت اعتديت وفحش اعتداؤك على حق الله حين جعلت له ندا ومعه شريكا، ظلم هذا. اعتداء على حق ذي الحق، اعتداء على حق ذي الحق، وهو هنا اعتداء على حق أعظم صاحب حق لا إله إلا هو، على حق رب العالمين وإله السماوات والأراضين جل مجده في علاه. فهذا ظلم بلا شك، هذا ظلم بلا شك. لكن الآية كما قلت جعلت الظلم عاما، جعلت الظلم عاما، فيعم إذن أيضا ظلم النفس بالمعاصي فيما بينها وبين الله عدا الشرك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقد ظلم نفسه. القرآن يصرح بهذا، هذا شيء جديد وعجيب. الإنسان يظلم نفسه بالتقصير، بالمعصية، بالعدوان. كما أيضا يعم ظلم الغير وهو أفحش. مين أفحش في المنظور الديني؟ أن تظلم نفسك أو تظلم غيرك؟ لا، تظلم غيرك طبعا، استثنينا الشرك الآن. ظلم النفس أو ظلم الغير. ظلم النفس مثلا بترك صلاة، بإفطار يوم، بارتكاب معصية ما ليس فيها عدوان على حقوق الناس، ظلم، ظلم نفسه. لكن ورد في الآثار والأخبار عن رسول الله ما يفيد، بل ما هو صريح في أن الله لا يحبأ كثيرا بهذا الباب. الله يتساهل مع عبده، وخلق الإنسان ضعيفا، يعلم أن الإنسان ضعيف ويخطئ، يتساهل. لكن الله لا يتساءل، كما في حديث النسائي، هذا الديوان الذي لا يغادر الله منه شيئا. طبعا ديوان الشرك لا يغفر الله منه شيئا، مستحيل، انتهى خلاص. إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. الآن خطر لي معنى لطيف جدا حتى لا أنساه، فاسمحوا لي بإراده بإلقائه عليكم. في القرآن الكريم أيها الإخوة شيء واحد وحيد، شيء واحد وحيد يحبط صالح العمل من أصله. كل أعمالك الصالحة يحبطها هذا الشيء. ما معنى يحبطها؟ يبطلها، يجعلها كأن لم تكن، يصفرها، عزيله بخليها، يجتاحها، يمحوها، يجعلها هباء منثورا. شيء واحد بس، الشرك بالله، الكفر بعد الإيمان. تكون آمنت بعدين إيه؟ كفرت، أشركت. إيه طبعا، لأنك ما أردت بالعمل الصالح إلا ماذا؟ إلا وجه الله. وأنت الآن تعلن عن كفرك بهذا الإله، انتهى إذن كل شيء، خلاص. فعل منطق يعني، في عدل هنا، أنت أحبطت عملك بيديك. مش معقول طبعا، تفاهة وسخافة أن نقول لا، هذا ليس فيه عدل، ينبغي ألا يحبط العمل. عمل ماذا؟ عند من لا يحبط؟ عند الله الذي تكفر به؟ عند الله الذي كفر هو به؟ أصلا هو كافر به، أنت بدك تلزمه من غصب عنه، يعني غصبا عنه، ضدا عليه، أن يعتقد ببقائه ثواب أو أثبت أو أثبت أجزية عمله أو أعماله الصالحة لدى إله لا يؤمن به. كلام فعل متناقض، تعادل هنا، بس شيء وحيد. هذا من عدل الله، من عدل القرآن الكريم. انتبه، عند المتعصبين، عند مجانين المتدينين، تعصب جنون، يحبط عملك كله بما فيه إيمانك الذي لا يزال. انتبه، هناك شرك يعني الإيمان ذهب، اجتيح، اضمحل، ذوى، ذاب، انتهى، تلاشى، عدم الإيمان. هنا لا، الإيمان موجود، أنا وأنت نعلم بإيماننا، بإسلامنا، متمسكون بأهداب العبادة،
كل شيء واضح. لا لا لا، عند هذا المجنون، عند الأصولي المتعصب المتزمت، أشياء كثيرة لا تخطر على بالك أحياناً، تحبط كل عملك وتوجب تكفيرك عنده واستباحة دمك. شوف انتبهوا، مفهوم الحبوط عند هؤلاء المتألهين الزائفين مفهوم فظيع جداً جداً، يمارسونه عملياً. إذن الظلم هنا كما قلنا متروك على عمومه إلى الآن. ظلم النفس الله لا يعبأ به كثيراً، لا إله إلا هو. ظلم الغير الله لا يغادر منه شيئاً. إنسان أخذت منه يورو، أخذت منه 50 سنت، ما في كلام عند الله. إن شاء الله تحج مليون حجة، 10 ذي الحجة تحج مليون حجة، انتهى. ستطالب بهذا يوم القيامة، هات 50 سنت، ما فيش سنتات يا ربي، هات حسنات أعطينا هذا وبس. هذا بطالب ب50 يورو، وهذا ب50 ألف، وهذا ب5 مليون، وهذا كذا، هات 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 يا ربي، خلص الحسنات، ما في مشكلة، نضع من سيئاتهم عليك. وتعرفون حديث المفلس، هذا أي اختصار حديث المفلس، ما في ما في، أنا مؤمن موحد شيخ عالم داعية، كله عند الله، العناوين فارغة، حقوق العباد لا تضيع. إني حرمت الظلمة، والله حلو أن الله تبارك وتعالى يحرم شيئا على نفسي ويبيحه لك، يعني هو نفسه عز وجل حرم على ذاته، وهو الخالق، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من عدم ويمدنا من عدم، لا إله إلا هو، أوجدنا وأعدنا وأمدنا، قال لك أنا حرمت على نفسي الظلم، ما تخافوش يا عبادي وعزتي، ولا واحد فيكم حيظلم عندي، لا إله إلا الله، ما تخاف، ما تخاف أبدا، لأنه وسع كل شيء رحمة وحلمة، هو عالم، عالم بك وبظروفك وبشروطك، كل شيء مما لا يعلمه كل الناس تقريبا، هو يعلمه وسيضعه في الحساب في الميزان، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لا إله إلا هو، تمام؟ إذن هو حرم على نفسه، هل يبيحه لك؟ لكن أنت شيخ، أنت صحابي، أنت تابعي، أنت إمام، أنت داعية، أنت محب للصحابة، أنت محب لأهل البيت، أنت نصيل للإسلام، والله كله كلام فارغ عند الله، أنا بحلف على منبر رسول الله، والله كله كلام فارغ. حين تظلم الناس أقسم بالله كل هذا ينفعك، أقسم بالله لن ينفعك، مش حينفعك أبدا، سيؤخذ منك بمقدار ما ظلمت، سيؤخذ منك بمقدار ما ظلمت. انتبهوا، الآية على كل حال تقول شيئاً أبعد من هذا عاد لسه. ليش؟ الآية بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. يجي عالم هيك، عالم مستسهل مستخف بالأشياء، يقول لك ولم يشب إيمان، غلط، الآية ما قالتش لم يشب، الله لا يعجزه أن يقول إيه ولم يشوبوا، من شاب الشيء يعني خلطه خلطاً خفيفاً، قطرة هيك قطر عليه، لا قال لم يلبسوا. تعرف يلبسوا؟ تعرف كيف تلبس الخشب ذكر في أنثى كيف بصير؟ تحكم بها السفن والأشياء والأبنية العظيمة بالتلبيس، هذا اللبس هو الخلط المزج. إذن القضية مش فقط في لفظ الظلم وأنها نكرة في سياق النفي، القضية قبل أن تكون في هذا هي في لفظة ماذا؟ لفظة اللبس، ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم، لم يمزجوا. إيمان هو مزيج أيها الإخوة، نحن أمام مزيج من إيمان وظلم، من ظلم وإيمان، مش متزاملين كما عبرت، مترافقين، ممتزجين، خلطة ملعونة، خلطة كريهة، هذه خلطة مزيفي الأديان، أكلي أموال الناس بالباطل، الصادين عن سبيل الله، الكهنة والرهبان والدعاء، رجال الدين عموما، هذه الخلطة اللعينة، خلطة أيها الإخوة التي امتزج فيها الإيمان بماذا؟ بالمظالم، بالظلم، فبررها، تبرير، يعطيك تبرير، واللي برر قتلك ما يبرر أقل من هيك؟ عادي جدا. لذلك شفنا الجماعات التكفيرية هذه أول ما كانت تبرر السرقة، سرقة المحال وسرقة الحكومات وسرقة أشياء الناس الذين إيه حكموا بأنهم ليسوا مسلمين، سرق أسرق أسرق انهب نهب طبعا، يبررون كل شيء وباسم الإيمان، باسم الدين، باسم الله،